السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج استراحة. في الذكرى الثامنة لهروب بن علي، في الذكرى الثامنة لثورات الربيع العربي، هل نجح أصحاب الثورة المضادة التي يمتلكها الخوف وترتعد فرائسها من نسائم الحرية والكرامة الإنسانية؟ هل استطاعت قوى المكائد والضغائن التي تقتات على الاستبداد والقمع وتغذية الصراعات المسلحة والحروب الداخلية لتكريس ديكتاتوريتها ولتحافظ على كراسيها ومكانتها بإعمال آلة القتل والاعتقال وبسلاح التخويف؟ هل استطاعت قوى الشر الحقيقية تركيع الشعوب العربية الحرة؟ بالطبع لا. هل استطاعت غلق الأفواه ولو بالحديد والنار؟ بالطبع لا. هل نجح أصحاب الثورة المضادة أو إن شئت فقل شلة المنتفعين من الأنظمة السابقة من دفع شعوب الثورات العربية إلى الحنين إلى بن علي في تونس أو مبارك في مصر أو القذافي في ليبيا أو علي صالح في اليمن؟ هنا لابد من وقفة. ألم يكن نظام بن علي نظاما ديكتاتوريا فاسدا مستبدا أحكم قبضته على البلاد 23 عاما، أكل خيرها وخير شبابها وكرس دولة بوليسية في قمع التونسيين؟ ألم يحكم نظام مبارك الشعب المصري 30 عاما من الفقر والجهل والبطالة؟ ألم يكرس لجمهورية الخوف والحيطان لهودان؟ ألم يستبد القذافي بالحكم 40 عاما من الاستبداد والديكتاتورية والظلم والتجهيل؟ ألم يحكم علي صالح اليمن 33 عاما من الفقر والجوع والخوف والاستبداد والظلم؟ رحل هؤلاء بإرادة الله أولا، ثم بفعل الوقوف في وجه المستبد والظالم، وبقيت الشعوب وتنسمت ولو قليلا من عليل الحرية، واتضح الظالم من المظلوم، وتكشفت المؤامرات على مصائر الشعوب، فضحت أنظمة أخرى استبدادية، سقطت كثير من الأقنعة، رحل هؤلاء وبقيت شعوب قادرة على استعادة زمام المبادرة من جديد، ولكن بأخذ الدروس والعبر من الماضي، والدروس كثيرة. رحبوا بضيفنا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة دكتور علي السباعي الباحث الليبي. دكتور علي مرحبا بكم. أهلا بك يا أستاذ محمد ومشاهديك الكرام. نبدأ نقاشنا حول هذا الموضوع بعد متابعة هذا التقرير. مشاهدينا الكرام نتابع. طالما أن موجد الشيء باق فإن الشيء ما زال موجودا، هكذا عبر الأكاديمي الفرنسي ألين جابون عن مشهد الربيع العربي في الشرق الأوسط بعد مضي 8 أعوام على انطلاقته في عدد من الدول العربية. تسمية الربيع العربي كانت العزاء الوحيد الذي أثلج صدر الشعوب العربية والتي لم تعرف منه ما ينسب للربيع سوى اسمه. بالرغم من أن بعض أزهار الربيع تفتحت في تونس التي أشعلت شرارة الثورات في المنطقة العربية، إلا أنها كغيرها من باقي البلدان ما زالت تواجه خطر الثورات المضادة والتي يسعى منتفعوها إلى استمرار تكريس الأنظمة الدكتاتورية القمعية كمشهد معاكس ومغاير لأهداف الثورات التي تفجرت في رغبات الشعوب. لا يزال الكثيرون ينظرون إلى تونس كنموذج ممكن للانتقال الديمقراطي الناجح، رغم أقرارهم بأنها تبقى تجربة هشة، ولكن في خضم احتفال التونسيين هذا العام صار واضحا أن الانتهاكات التي أدت إلى الثورة باتت طي النسيان. على خلاف خطى تونس، فإن شعوب ليبيا ومصر واليمن وسوريا مشت باتجاه الربيع العربي بخطى من دماء ودمار، حولت أزهارها إلى شوك يابس يزيد نار الدكتاتور حميما على رؤوسهم. حروب أهلية وبالوكالة خلفت مجاعات وأمراض، وتمزقت شعوب بشكل لا يمكن إصلاحه، فالآلة المجابهة هي أذكى من حيث الإجرام والقتل، إذ تمتلك تلك الأنظمة المتجذرة في الحكم قدرات لوجستية وعسكرية وأمنية واستخباراتية، بالإضافة إلى الخبرة الطويلة في مهارات التصميم المطلق لصور الثورة المضادة، الأمر الذي تفوق تماما على ما تتمتع به قوى الثورة التي غرقت في دمائها بسبب غياب القيادة وضعف القدرات رغم التأييد الكاسح لها.
على الرغم من أن الرؤوس الدكتاتورية نجحت في القمع بوحشية أي بادرة لمعارضة، إلا أنهم لم يفعلوا ذلك إلا لإدراكهم تماماً وبشكل أوضح مما يدرك الثوار أنفسهم أن أنظمتهم هشة رغم مظهر القوة والثقة الذي يحاولون إطفاءه عليها. تابعنا وياكم مشاهدين الكرام هذا التقرير، وربما إلحاقاً لما سبق، فبشار الأسد ربما وجه مظلم حالك ولكنه واضح وبائن ودليل ومثال. من بقي ولو كان هناك مقاومة من الشعب السوري، ولكن من بقي قتل مليون من شعبه. أعود ورحب بك مرة أخرى دكتور علي السبع في هذه الحلقة. يعني في البداية قبل أن نتحدث عن الثورات الربيع العربي وما دار فيها ومآلات ثورات الربيع العربي، كيف كان حال هذه الشعوب التي ثارت من أجل حريتها وكرامتها في البداية قبل أن نخوض في الثورات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من الأهمية بمكان نحن في حلقة مفتوحة ليس للتحليل السياسي، إنما نريد أن نتكلم عن أشياء ربما تكون حتى مستقبلية للعبرة والاستفادة، ولسنا بصدد تحليل حدث معين اليوم وقع أو سيقع غدا أو وقع بالأمس. الآن المتأمل في عامة دول الربيع العربي، غالب التهم التي توجه إلى الشعوب التي خرجت من أجل الحرية الإرهاب، شماعة الإرهاب، وأن هذا يقودونهم إرهابيين وإسلاميين ومتطرفين ونحو ذلك. المتأمل في حياة الناس، دعنا نبدأ بتونس. ما الذي جعل الناس تخرج في تونس؟ لم يحملوا سلاحا، ولم يحملوا يعني رشاشة، ولم يحملوا شيئا يخالف النظام، إنما يعني الجوع. ما الذي جعل ذاك البوعزيزي يحرق نفسه؟ إلا أنه يقتات بعربته التي يعني عرفها الناس، والناس يعني غرقت في البطالة وفي الجهل وفي القمع وفي في 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 في, في, في توسع السجون وتوسع الإرهاب والدولة البوليسية التي تقبل على كل شيء. أنا أريد أن أسأل الآن المشاهد الكريم، بلادنا تزخر بالخيرات، فيها كل ما هو مطلوب لدى العالم، يأتي العالم كله من أجلنا، الموقع استراتيجي، الخيرات كثيرة ومتنوعة، المناخ من أجمل ما ترى. لماذا نحن نعيش الفقر؟ لماذا نحن نعيش الحرمان؟ أين هي الدولة التي كانت فيها المراكز البحثية والشاب الذي يتخرج من الجامعة يجد يعني من يستقبله ويفتح له ذراعيه في وظيفة محترمة وفي مكان يعني يصان فيه حقوقه وكذا؟ الدول التي قامت فيها ثورات الربيع العربي، الشاب يتخرج من هنا يعرف مصيره البطالة، سيأخذ عربة ويذهب إلى السوق الخضار أو السوق الماشية ويقتات، وهكذا حياته كلها يعني أمل الشاب وغاية أماني الشاب في هذه الدول أن يتزوج. بلد كبلد ليبيا الآن بلد نفطي تسبح تحت النفط، وفيها من الخيرات ما فوق ما يتصور الناس، وهذا يعرفه الناس. الشاب غاية أمانيه يتزوج، وهذا الحلم سيحسب بالورقة والقلم ربما حتى يتجاوز 50 عاما ولن يصل إلى هذا الحلم، وغاية أمانيه أن يبني غرفة ربما أو غرفة ومطبخ وحمام صغير من أجل أن في فوق بيت والده، من أجل أن هذا عامة الناس. أما البطانة التي تستفيد من السلطة أو قريبة من دوائر السلطة فلها اليد الطولة في المال والسلطة والنفوذ والسفر ونحو ذلك. فإذا حياتنا باختصار، حياتنا لم تكن حياة طبيعية، وإلا لما ثار الناس، لما ثار الناس، الناس في أوروبا تثور من أجل درهم. ما الذي جعل الفرنسيين يخرجون في هذه الثورات السترات الصفراء؟ ارتفاع أسعار الوقود والضرائب في شيء. هذا شعب مسحوق، التونسي والليبي والمصري والسوري واليمني وعامة الدول العربية شعوب مسحوقة ليس لها من الحقوق شيء. أنا لا أتكلم عن الحقوق السياسية، الحقوق السياسية تكاد تكون معدومة، إنما هو السلطان الأوحد الذي يستمر بعضهم 30 عاما وبعضهم 40 عاما وبعضهم يعني أقل وأكثر في سلطة متفرد بالحكم، ومن حقه أن يحل البرلمان، ومن حقه أن يسجن من يريد، ومن حقه أن يقمع من يريد، ومن حقه أن يخفي قصرا من يريد، وهكذا. يعني هذه السلطة السياسية لا أتكلم عنها، أنا أتكلم عن الحقوق العادية، الحقوق التي هي أبسط حقوق الإنسان وربما حتى الحيوان لا يجدها الإنسان في هذه الدول. فالناس نسيت هذه القضية أو تناست. انقطاع الكهرباء، انقطاع الوقود، يعني الشباب بطالة، الشباب فقر، الشباب هجرة،
في 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 هذه قبل ثورات الربيع العربي الهجرة غاية أماني الشاب أن يهاجر إلى أوروبا وإلى إيطاليا وإلى فرنسا ولا أي مكان. لو كانت بلادنا فيها الحريات وفيها فرص العيش الكريم وفيها الآدمية التي يعني أقل ما كان للناس أن يقع فيها هذا. يعني أنا لو أردت أن أتكلم عن ليبيا التي يظن الناس أنها بلد خيرات وبلد كذا لبكى الناس. أنا خرجت منها في مطلع التسعينيات ثم رجعت إليها في نهاية 2011، نفس البنية التحتية ونفس المستشفيات ونفس المدارس ونفس الكذا. أين ذهب النفط الليبي؟ أين خيرات مصر؟ أين خيرات تونس؟ أين خيرات اليمن؟ أين خيرات سوريا؟ سوريا سوريا الأجهزة الأمنية التي توجد في سوريا ربما أكثر من مما عشرات الأجهزة. شعب مقموع وشعب عظيم مقموع بكل درجات القمع. لماذا يخرج السوريون ويبحثون عن لقمة العيش في أقاصي الدنيا وبلدهم مليئة بالخيرات؟ هل 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 خرج الشعب السوري أما ظل لشهور ولفترة طويلة سلمية سلمية وينادي بالسلمية حتى يعني أباده بشار وأباده؟ من الذي فتح النار على هذه الشعوب؟ من الذي حول هذه المطالب العادية الآدمية التي يعني هي من أحق حقوق البشر، أكل وشرب ومرتب وعيش وسكن ونحو ذلك، من الذي جعل حياتهم جحيما؟ هذه الأنظمة ومخلفات الأنظمة التي كانت تستفيد من هذه الأنظمة هي التي حولت هذه البلدان الربيع العربي إلى بؤر للدمار والخراب والفساد، حتى ترجع الشعوب إلى هذه البيئة التي كانت تعيشها من تحت الاستبداد وتحت القمع وتحت بعدما آلت إليه الأوضاع في هذه المناطق العربية في هذه الدول العربية بعد 8 سنوات من اندلاع الثورات العربية، هناك جزء طبعا لا يسلط عليه الضوء بشكل كبير أو لا نسلط عليه الضوء بشكل كبير ولكنه موجود ولو كان قليلا، ولكن يقول يا ليتكم تركتم بن علي في مصر. البعض طبعا جزء قليل يقول ولا يوم من أيامك يا مبارك، وأيضا ربما في ليبيا كذلك وفي اليمن ربما كذلك. من وجهة نظرك ما الذي جعل هؤلاء يقولون ذلك أو يشعرون بهذا الحنين إلى نظام بائد، نظام مستبد، نظام ديكتاتوري، نظام هو ثار عليه لأنه أخذ ماله وأخذ حقه وسلبه إياه؟ هذا السؤال متعلق بالفقرة التي قبلها. نحن أمة تكاد تكون مغيبة، الشعوب تكاد تكون مغيبة، غاية أمانيها الأشياء المطالب التي يعني هي حق طبيعي لكل إنسان يعيش على وجه الأرض. يعني في أوروبا لا يتكلمون عن هذه القضية، وقلت لك أنا في أوروبا يرتفع السعر دراهم معدودة تقوم مظاهرات بالملايين، لا يتكلمون عن الحقوق والقمع أو إنسان يختفي قصرا في أوروبا أو في مكان ما، هذه تقوم عليه الدنيا ولا تقعد. هذه الشعوب لبساطتها تظن أنها بمجرد أنها تخرج وتطالب بالحرية وطالب كذا سيؤتى لها، وهؤلاء لا يعرفون حقيقة هؤلاء الطغاة. هؤلاء الطغاة حياتهم قائمة على قمع الشعوب وحرمانها وامتصاص خيراتها ومنعها من الكلام. فحينما خرجت الشعوب بهذه العفوية وهذه البساطة كانت تظن أنها بمجرد أن تنتهي من إسقاط هذا الطاغية سينالها النعيم وسينالها الكذا. وهذا الطريق طريق ليس سهلا، طريق الحرية ليس سهلا، ليس للمسلمين فقط حتى لغير المسلمين. ما سمعنا بشعب أو بفرد أو بجماعة تسعى لنيل حريتها إلا ودفعت ثمنا باهظا. نحن الآن أمة مسلوبة الإرادة، مسلوبة الخيرات، مسلوبة السيادة، مسلوبة من كل شيء. فإذا أردنا أن نخرج لابد أن نستمر. هذه الانتفاضة إن صح التعبير عنها اللي هي ثورات الربيع العربي، هذه بداية بث الروح في الجسد. نحن أمة كنا ميتة، يعني مطحونين طحنا كاملا. الآن ولو هي مطحونة لكنها واعية، الآن بدأت تدب فيها الحياة. بمجرد أن ذب فيها الحياة انهالت عليها السهام من كل مكان، انهالت عليها السكاكين من كل مكان. فقضية الرجوع إلى الماضي هذا الرجوع إلى العدم. أنت الآن يعني بدأت تستنشق النفس الأول للحياة، فلا تتمنى الموت، لابد أن تسير في هذا الطريق مهما كان. كم دفعت فلسطين ولا زالت تكابد من أجل الحرية؟ أنت مجرد 7 سنوات أو 8 سنوات تريد أن تترك وتعود إلى الماضي؟ أنت في حالة ما الذي يختلف حال الشعوب على الحالة الفلسطينية؟ بل ربما بعض الحقوق التي موجودة في فلسطين لا تجدها في ليبيا أو في تونس أو في مصر حقيقة. هذه الآن الذي بعض الحريات والحقوق الموجودة في فلسطين اليوم لا تجدها في زمن بشار، لا تجد هذا إطلاقا. فأنت محتاج أن تتحرر، وهذه الحرية ثمنها باهظا.
وهذا تعلمناه من واقع الحياة ومن ديننا أيضا. نعم. طيب دكتور، بعد 8 سنوات من اندلاع هذه الثورات ونحن الآن في الذكرى 8 لهروب بن علي بالتحديد، هذا المشهد الأول لانتصار هذه الثورات هو هروب بن علي في 14 من يناير، ما آلت إليه الأوضاع الآن بعد 8 سنوات في هذه البلدان؟ ما هي السمة الأبرز التي تراها فيها؟ نحن قبل الجواب على هذا السؤال نريد أن نقول كلمة مهمة. هذا ما يجري في هذا الكون له تفسيران، وهذه نقطة في غاية الأهمية، لأن هذا الذي يميزنا عن غيرنا. نحن هذا الذي يميزنا عن غيرنا، هذه القضية التي سأذكرها الآن. كل ما يجري في هذا الكون له تفسيران، التفسير الإيماني والتفسير المادي. بعدما خرجت نظرية داروين، قبلها كان الناس كل عامة البشر يؤمنون بإله أيا كان هذا الإله، إله النصارى، إله اليهود، إله البوذيين، إله كذا شيء آخر، لكن يفسرون الأحداث وفق مراد الإله الذي يعتقدون أنه هو إله. لكن بعد خروج النظرية الداروينية هذه التي قطعت الخلق عن الخالق وجعلت الإنسان مستقل عن 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 إرادة الخالق وإبداعه، ظهر التفسير المادي للأشياء، الزلازل، البراكين، الخصف، القصف، الطبيعة، الطبيعة كله مرده إلى المادة، إلى الطبيعة فقط. أما نحن كمسلمين، نحن معنا الحق المطلق، فأن هذا الذي يجري في الكون هو بإرادة الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يجري في الكون من وقوع دول ومن نهوض دول أخرى ومن ظهور ممالك جديدة ومن نزع الملك من 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 حاكم وإعطائه لجهة أخرى، هذا كله بإرادة الله سبحانه وتعالى. نحن مجرد أسباب، أما الحقيقة هي بإرادة الله. هذه في غاية الأهمية، هذه النقطة في غاية الأهمية. وإلا من كان يتوقع حتى للحظة واحدة أن يسقط بن علي بهذا السقوط المدوي لولا إرادة الله؟ الله سبحانه وتعالى هيأ أسباب لهذه المرحلة. مرحلة الربيع هي إحدى المراحل التي يريدها الله سبحانه وتعالى، هيأ لها أسباب. في ليبيا كانت مسلحة، في تونس كانت سلمية، في مصر كانت سلمية، في سوريا كانت غير ذلك، في اليمن كانت غير ذلك، لأسباب. وإلا هذه الأحداث هي ليست بمعزل عن إرادة الله. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن إذا عزلنا نحن إيماننا بهذه بأقدار الله سبحانه وتعالى، تصبح تفسيراتنا للأمور في غير محلها. حتى المتأمل اليوم، وهذه في غاية الأهمية أيضا، حتى المتأمل لما يجري في العالم كله اليوم تشعر وتدرك تمام الإدراك أن الأمور مفلوتة من البشر. ما يجري في أمريكا اليوم، انظر، لا ننظر إليه بنظرة مادية فقط، أن سوء إدارة ولا فيه، هناك تدبير إلهي، هناك تدبير إلهي في الكون يجري الآن، هناك تدبير إلهي، كأنما الله يسوق في شيء يغير، يريد أن يغير وجه العالم. ولذلك نحن نريد أن نقول كلمة للمسلمين عموما، أن هذا الاعتقاد يجب أن يكون حاضرا في أذهاننا، وأن العاقبة للمتقين وأن العاقبة للمسلمين. هناك نصوص صريحة وواضحة ومتواترة أن هذه الأمة تكسر مرة واثنين وثلاثة، وكسرت في التاريخ مرة واثنين وثلاثة، ودائما العاقبة لها. فلا نفقد الأمل، لأن كثير من الناس فقد الأمل وشك حتى في الدين نفسه، يقول له ما هذا، ما الذي يجري؟ الذي يجري هو مرحلة من المراحل. نعم، خرجت الشعوب وكانت تريد تأمل في التغيير، وتأمل في الحريات، وتأمل في هذه القضايا، لكن الله سبحانه وتعالى ما زالت الموجة تسير. الأمور مفلوتة من اليد. انظر القرارات، سحب من سوريا، جدار عازل، الطواري، ترامب يقول شيء ويعارضه الكونغرس بشيء آخر، وهكذا تضاربات وأمور. في أي لحظة تنهار هذه القوة العظمى التي نراها وتبرز قوة أخرى. فنحن يجب أن يكون ثقتنا في الله قوية، وثقتنا في أمتنا قوية، ويجب إحياء هذا الشعور في الأمة، لأن الإحباط الذي وقع في الربيع العربي تسبب في كثير من الارتدادات التي في غير محلها، بعضها حتى ترك الدين والعياذ بالله، وبعضها شك في أن هذا ليس الأمر كذلك. الأمر ما زال، الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، الأمر مازال هذه البداية. كما قلت قبل قليل، نحن كنا أمة ميتة، تسلط علينا الطغاة فأذاقونا ألوان العذاب. هؤلاء العلمانيين والدكتاتورين العسكريين الذين جاءوا وحكموا بالنار والحديد، مسخوا الأمة في كثير من هويتها، لم يبقى للأمة. هذا الذي يجري اليوم يعتبر رحمة كبيرة. الآن لازالت الأمة تقاوم، وفيها روح التضحية وروح البذل وروح العطاء، ولا مازال ولاءها لدينها، ولازال هذا كله خير كثير. ما بذل وما فعل بالأمة في مصر وفي تركيا وفي ليبيا وفي تونس وفي كل في سوريا، يعني لو لم يكن الإسلام لمحقت هذه الفكرة من أصلها، ولكن ولله الحمد لازالت الأمة فيها خير. يعني لا ننظر نحن إلى الجانب القاتم فقط، ونهم إلى الجوانب التي فيها خير كثير. حضرتك ذكرت والعاقبة للمتقين فضيلة الشيخ دكتور علي،
ربما البعض يفسر ذلك، هل تقصد العاقبة المتقين لجموع الناس المتقين أم لأنه البعض ربما يفسر هذا الكلام يقول والله أنتوا إخوان وأنتوا جماعة ما عرفش إسلامية تدعو لكذا وتدعو لكذا ويصنف بعض هذه التصنيفات، هل تقصد على العموم والعاقبة المتقين؟ العاقبة للمتقين أنا ذكرت قبل قليل أن هذه الأمة أمة مرحومة، ودعني أضرب مثالين لبيان حقيقة أن هذه الدعاوى العاقبة للإخوان ولا العاقبة لجماعة الجهاد ولا العاقبة للسلفيين ولا العاقبة لكذا ولا لكذا، هذا كلام لا يعنينا في قليل ولا كثير، بل أنا أريد أن أقول كلمة لعلي أسبق بها ثم أعود. اليوم الصراع ليس صراع جماعات ولا أفراد ولا أحزاب ولا مكونات، اليوم صراع أمم. الذي يأتيك هنا الأمريكان والذي يأتيك هنا دول روسيا وتأتيك إيران وتأتيك دول، ولا تأتيك أفراد ولا جماعات ولا أحزاب ضيقة. حينما اجتاحت التتار بلاد الإسلام، تحرك العلماء كابن تيمية والعز بن عبد السلام لتحريك الأمة كاملة ببرها وفاجرها وعاصيها وطائعها. الأمة هذه مرحومة ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله مهما فعل من العاصي، فهذا هو العاقب للمتقين. هذه الأمة كلها على بعضها، حينما خرج جيش مصر العظيم حينما خرج به قطز لم يقل أخرجوا المتقين ولا أخرجوا العباد ولا أخرجوا الذين يقيمون الليل ولا أخرجوا الذين يعني كذا، لا، قال الأمة الإسلامية تخرج كلها. وابن تيمية حينما خرج للتتار خرج بعموم الأمة، بل ابن تيمية يقول العصاة الذين يجاهدون أفضل بكثير من الناس التي قاعد عن الجهاد، ويغفر الله لهم ذنوبهم هؤلاء، لأن عبادة الجهاد هذه أعظم بكثير من المعاصي التي يقترفها الناس. يعني حينما يذهب الإنسان خالصا يريد ما عند الله للجهاد، حتى لو كانت معه المعاصي تغفر له مع أول دفقة من دمه. فنحن الآن كلامنا على الأمة عموما، لا 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 نتكلم عن فصيل أو راية معينة أو هذه الرايات وهذه الفصائل أنا أراها عبئا ثقيلا على هذه الأمة. ومن أسباب، وهذا سابق لأوانه، ومن أسباب إخفاق الثورات العربية هذه الرايات وهذه الجماعات وهذه الأحزاب. تحدثت عن شق وهو التفسير المتعلق بالله سبحانه وتعالى، والثقة واليقين في الله بإرادة الله سبحانه وتعالى. الشق الآخر وهو الشق المادي دكتور. أنا أقول الشق المادي طبعا اليقين في الله هذا لا ينفي الأسباب، من مقتضيات الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبوعده الأخذ بكل الأسباب، الأخذ بكل الأسباب لتحقيق النصر ولتحقيق الأهداف ونحو ذلك. التفسير المادي للأشياء، وأنا أسلفت، هؤلاء الذين لا يؤمنون بأقدار الله ولا يؤمنون بـ 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 بالغيب ولا يؤمنون بأن لهذا الكون إله يديره ويدبره، فيعتقد أن أمريكا هي التي ترفع وتخفض وتنزل. كان إلى عهد قريب، ونحن ذكرناها في حلقة سابقة، كان الذي يتنازع على العالم كله قطبان، قطب الرأسمالي والقطب الشيوعي اللي هو الاتحاد السوفيتي. أين هو الاتحاد السوفيتي اليوم؟ انهار. من الذي أهار؟ هناك قوة خارقة وإله عظيم هو الذي يدبر الأمر. يعني لا لا لا، كان حق على الله ما من شيء يرتفع إلا ويسقطه. فإذا التفسير المادي حتى لا ترتبط في أذهاننا أننا نحن الآن كيف سنغير أو كيف سنتقدم أو كيف سنفعل، لابد من الأخذ بالأسباب. وهذه العقبات التي تراها أنت لا يمكن حلها قد يذهبها الله بـ 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 بأشياء أنت لا تخطر لك على بال، كما أذهب بن علي بشيء لم يخطر على بال الناس. بن علي هذا أنا زرت تونس أكثر من مرة، يعني قبضة بوليسية لا يتصورها الإنسان، يعني عندهم يعني من الدرك ومن الشرطة ومن جهاز أجهزة الأمن والمخابرات والأشياء ما يحصون أنفاس الناس، ومع ذلك بهزة بسيطة انهار. من الذي كان يتصور أن ينهار القذاف؟ من الذي كان يتصور أن ينهار نظام حسني مبارك ونحوي واليمن ونحو ذلك؟ فإذا فتفسير الأشياء قلنا تفسير إيماني وتفسير مادي. التفسير المادي هو الذي يورث الإحباط ويورث اليأس ويورث القعود. حينما نرى الآن نحن أمة مستباحة، بالذات أنا أتكلم على أمة الإسلام السنية، وإلا هؤلاء الروافض هم تبين للقاصي والداني أنهم أداة من أدوات اليهود وأدوات الأمريكان وأدوات الروس، يتعاونون معهم في كل شيء. أما نحن فلما ترى الآن حالنا أمة مستباحة في كل شيء، لكن مع ذلك لو تأملنا التاريخ، وأنا ضربت مثالين قبل قليل بالتتار، حينما جاءت التتار كانت هذه قوة ضاربة أقوى من أمريكا الآن. التتار كانت ستغزو أوروبا، بل غزت شق كبير من أوروبا، من روسيا ومن بلغاريا ومن المجر ومن هذه الجهات، أخذها التتار وكان سيسحق العالم كله، قوة جبارة، ومع ذلك كسره المسلمين مع ضعفهم وقلة حيلتهم.
وجاء الصليبيون وكسرهم صلاح الدين الأيوبي ومع قلة ضعفهم وتشتتهم ونحو ذلك. فإذا نحن مأمورون بالأخذ بالأسباب وعدم الالتفات إلى المادة فقط، لأننا لو التفتنا إلى المادة سنجلس. من الذي سيستطيع الآن في الأمة الإسلامية السنية أن يحاكي أمريكا في قوتها وفي صناعاتها وفي كذا؟ فهذا في غاية الأهمية، هذه استحضار قضية إيمانية في الصراع في غاية الأهمية. القضية الإيمانية تستوعب شيئين، نحتاج شيئين، نحن الاعتماد على الله أولا وآخرا في كل شيء، هذا يورثنا الأمل ويورثنا اليقين بأن نصر الله قادم، وهذا يدفعنا إلى العمل والأخذ بالأسباب. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية وهي في غاية الأهمية، صراعنا صراع وجودي مع أمم وليس مع جماعات، ليس صراع جماعات، ليس صراع جماعة الإخوان ولا جماعة التحرير ولا جماعة الجهاد ولا هذه الجماعات يجب أن تختفي فيه وتدوب في الأمة، ويجب النهوض بالأمة كاملة كما فعل العلماء ابن تيمية والعز بن عبد السلام، استنهضوا الأمة كاملة فقامت وانتصرت على الوحد. أما بهذه الجماعات كما يحدث الآن في سوريا ووقع في العراق، هذا لن يجدي شيئا. سأتحدث أكثر ربما عن أسباب بعض الإخفاقات وكيف يمكن استخلاص بعض الفوائد والدروس من هذه المرحلة السابقة. دكتور علي السباعي، نتوقف عند فاصل قصير ثم نعود. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نواصل، ابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة. أعود ورحب بضيفي هنا في الاستوديو دكتور علي السباعي الباحث الليبي. دكتور علي، مرحبا بكم من جديد. إذا دكتور علي، ما هي الأسباب من وجهة نظرك التي أدت إلى بعض هذه الإخفاقات التي نراها الآن، أو ربما أهم هذه الأسباب من وجهة نظرك؟ طبعا سنتكلم عن أهم الأسباب من وجهة نظري، ولكن هي أسباب كثيرة يصعب حصرها، لكن أنا في وجهة نظري أن هناك ثلاثة أهم أسباب، ثلاثة أسباب أراها من أهم الأسباب في الإخفاقات التي وقعت في الربيع الأول. النقطة الأولى هي غياب الوعي، وهذه أزمة لازالت نعاني منها إلى يومنا هذا، غياب الوعي نتيجة تسلط الحكام والأنظمة على الشعوب مغيبة بالكامل. أنا أريد أن أضرب مثلا بليبيا. أنا أدركت القذافي قبل خروج النت وقبل خروج الفضائيات، لا يوجد لا مجلة ولا جريدة ولا نقابة ولا تجمع ولا حزب ولا هيئة ولا شيء، شعب مغلق بالكامل، لا أريكم كما قال فرعون، لا أريكم إلا ما أرى ولا أهديكم إلا سبيل الرشاد. هكذا الذي يقوله القذافي هو هذا التشريعات وهو الخطابات وهو الأناشيد والأغاني والمسلسلات، كلها تصب في تمجيد هذا الإنسان وجعله هو المنقذ وكذا. 40 سنة خرج جيل لا يدرك شيئا، وعي لا يوجد. لماذا أقول هذه؟ لأن من أيسر ما يكون بعد ذلك الإعلام المضاد تم توجيه هذه الجموع وجعلها يعني تتجه إلى الاتجاه الخاطئ نتيجة عدم وجود الوعي، وإلى يومنا هذا نحن نعاني، نحن نعاني من هذه القضية. يعني على سبيل المثال الآن نحن الآن خرجنا من حكم الدكتاتور والفرد الواحد، وذاق الناس منه ألوان العذاب قتلا وقهرا وتشريدا ويعني أكلا للحقوق والخيرات ونحو ذلك. وبعد ذلك بعد هذه 40 بدأ التجهيز للتوريث، سواء كان في مصر أو في ليبيا أو في غيرها من الدول، يعني سنعيش الدوامة نفسها. ومع ذلك اليوم، خرجت الجموع في ليبيا وأسقطت هذا الصنم، واليوم يعاد بناء صنم ثاني، ومع ذلك تم توجيه الجمهور والجماهير والناس إلى أن هذا هو المنقذ وأن هذا هو الذي سيأتيكم بالخير وأن هذا هو الذي سيخرجكم. يعني غياب الوعي من أهم أسباب، من أهم أسباب الإخفاقات التي نحن فيها غياب الوعي. طيب. حتى الثوار، حتى الثوار الذين خرجوا على الأنظمة عامتهم يفتقد الوعي، بل أنا أقول حتى القيادات، حتى القيادات تغيب عنها الوعي. تأمل ما الذي جرى في مصر 30 يونيو، ما الذي جرى؟ من الذي أخرج هذه كانت النخب هي التي خرجت أين وعيها الآن؟ تعض بعض النخب طبعا اليسري والنخب المدنية ما تسمى النخب المدنية. الآن لو سألناهم هل كان خروجكم في ذاك الوقت لإسقاط مرسي لصالح مصر، لصالحكم، لصالح حريتكم، لصالح مستقبلكم، لصالح أولادكم، أما استعملكم العسكر السيسي هذا؟ صحيح. وهذا غياب الوعي. نعم، هذا غياب الوعي.
طيب دعنا نشرك معنا عبر الهاتف، انضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي التونسي سيد نور الدين العلوي. مرحبا بكم سيد نور الدين. الخير، أهلا وسهلا. أهلا بك. نتحدث عن الثورات العربية في ذكرها الثامنة، وربما أيضا الثورة التونسية كانت هي الشرارة، وكان أول هروب أو كان أول سقوط كان لبن علي. لكن الوضع الحالي في هذه المراحل التي نعيش فيها بالتحديد بعد 8 سنوات، أستاذ نور الدين، كيف تقيم هذا الوضع، وأين تكمن المشكلة الرئيسية من وجهة نظرك لسبب ما آلت إليه الأوضاع حاليا؟ التقييم صار عسيرا جدا، لأننا كنا باستمرار نعرف أن نلتقط أخطاء من في الحكم وننقده ونزعم أننا نملك البداء بعد، ولكن تبين، وهذه تقريبا النتيجة التي أصل إليها، تبين الذين استخدموا بعد سقوط النظام لا يبذلون عنه رداء، واعتقد انهم محتاجون ايضا الى ديغاج التونسية التي عصفت براس ولم تصف. الذين كانوا يعارضون النظام لا يختلفون عنه كثيرا، لما استلموا السلطه انتجوا او اعدوا نفس الاخطاء ونفس الرداء ونفس المعارك الخاطئه التي لا تتقدم في شعوبها ولا تطرح بدائل حقيقيه للخروج من الازمات التي جررناها وراء 60 سنه. فلهم مقرصون ولهم متفتحون ولهم حداثيون ولهم سبيكون ولهم قوميون ولهم يسار. كلهم يعانون نفس المشكله، مرضى بالسلطه يعيدون انتاج الزعيم الواحد والحزب الواحد والفكره الواحده، ويريدون اقلمه الشعوب في قوالب جاهزه يقودونها باقل اتعاب جدا. بعد 8 سنوات تستطيع ان نقول ان اخطاء السلطه قد تكررت في من كان يعارضها واستلم السلطه بعدها. ونحن لا نتقدم بسرعه، بل لا نتقدم واسقط. ما يجري الان في تونس كمثال سيؤخذ عربيا على انه الزهره المتفتحه او على انه المثال الراقي او على انه حاله النجاح. نعم. الحقيقه لا يختلف كثيرا عن الحاله المصريه، ينقصه بحمد الله ينقصه السلاح، والا لكان اعاد انتاج الحاله الليبيه بكل سهوله يعني. نعم. ربما الشخصيه الاساسيه هنا ليست مياله الى العنف المسلح، ولكنها مياله الى الاقصاء، وهي تعيد انتاجه بحذق وبراعه غريبه جدا، جعلت الثوره تتعطل ومكاسبها تتاخر. ونحن اليوم في وضع يحثنا عليه البعض، ولكنه لا يعرف ما يجري بالضبط. ألا يتخذ البعض من ذلك مبررا للحنين لزمن بن علي أستاذ نور الدين؟ لا أبدا، ولكن وجب القول بأن الذين جاءوا بعده لم يتطوروا أكثر منه، لم ينتجوا أفكارا عبقرية تبني دولة جديدة. رغم ما كتب في الدستور ورغم ما تغنينا به من جديد في الدستور، إلا أن أحكامه معطلة، وإضافاته التي جاءت على دستور 59 وتطورت على النص فقط لم تمر إلى الواقع. نحن ما زلنا في نموذج دولة مركزية يعاد إنتاجها بقوة، حتى إذا كنا قد خففنا من سلطة الرئيس في الدستور، فإن الحزب الحاكم هو الذي يتلاعب بالبلد ويقود سياساته نحو النموذج الفاسد الذي كان قبله. يعني ما في، للأسف أنا أريد أن أقدم قراءة متفائلة، ولكنني عندما أنظر في مفردات الواقع لا أجد هذه يعني لا يوجد أي مكتسبات حتى الآن. أصدقاؤنا من خارج تونس. نعم. ونحن من تونس من داخل البلد لا نراه. لا يعني لا يوجد أي مكتسبات حتى الآن أستاذ نور الدين. مكتسباتنا لحد الآن هي أحلام أكثر منها وقاع. ونحن نعزي أنفسنا بأن هناك مكاسب مكتوبة على الدستور، في الدستور أو على الورق،
ولكن في الواقع يتلاعب بنا بعض الإعلاميين الصغار الذين رباهم بن علي. يعني المشهد الإعلامي الذي يفترض أن يقود البلد مشهد رديء جدا، منهار تماما، منحط. لو وجدت لفظا أكثر من الانحطاط لو صفت به. ليس هناك إعلام يقود شعبا، هناك إعلام، هناك من يتغنى الآن بأن هناك حرية في الإعلام وهذا مكتسب كبير، هناك من يقول ذلك أيضا أستاذ نعم نعم. نحن مثلا في هذه اللحظة نستطيع أن نقول ما نشاء، ولكن ما نقوله يظل في أفواهنا وفي فيسبوك وفي المواقع الاجتماعية، ولكنه يضر إلى الأمر. الحرية استفاد منها الفساد أيضا. الفساد استفاد من الحرية أكثر مما استفاد الثوريون أو المتحمسون للثورة. لكن يعني بعض من مكتسبات الحرية هل يمكن البناء عليها في هذه المرحلة لتصحيح الأوضاع من جديد أستاذ نور الدين؟ نحن نعزي أنفسنا بذلك ونقول مكسب الحرية مضمون وسنبني عليه، ولكن عمليا لا نفلح. دعنا نخفض سقوف التوقع وسقوف التفاؤل التي روجنا لها باسم الثورة، وروجنا لها باسم النجاح الأول في السنتين الأوليين، ولكن بعد ذلك ارتد علينا النظام وارتدت منظومته الفاسدة وهي تلاعبنا على أرضها. لم نستطع تفكيكها وإخراجها إلى أرض الثورة لنفككها. هي التي تتلاعب بالبلد، وهي التي تسيطر على المال وعلى النظام البنكي وعلى النظام الاقتصادي وتقودنا حيث تشاء. لكن أليس مجيء البيجي قائد السبسي كان باختيار الشعب التونسي أيضا أستاذ نور الدين؟ توهمنا ذلك. الضغوط الخارجية هي التي اختارت الباجي وليس الشعب التونسي. نحن صوتنا بشكل ظاهرا ديمقراطي، ولكن الخيار الذي ذهب الذي انتصر هو الخيار الخارجي وليس الخيار الداخلي. للأسف الشديد حتى الذين كنا نعتمد عليهم ليدفعوا التغيير إلى الأمام حسبوا حسبة حزبية ضيقة مصلحة حزبهم على مصلحة البلد، فنجوا بجلودهم من محرقة أخرى، ولكنهم لم ينجوا البلد معهم من محارق الدكتاتورية. ولا يمكن التعويل عليهم حتى في مرحلة يعني قادمة أستاذ نور الدين؟ وأختم معك، الطريق طويلة جدا لنعدد المكاتب، ما زلنا في أول الطريق. قد نفرح في هذه المرحلة بأننا لا نتراجع كثيرا، ولكننا لا يجب أن نغفل أننا لا نتقدم أيضا بالسرعة التي نريد. ولا يكون ما يحدث الآن داعيا لإحباط على سبيل المثال؟ بين التفاؤل المزيف والإحباط يجب أن نكون واقعيين. مطالب الثورة لا تزال معلقة. نعم. ويستغلها أكثر من خانها. الذين جاءوا بالباجي في القصبة 2 هم الذين الآن يتكلمون باسم مطالب الشعب، ولكنهم يخونون مطالب الشعب لأنهم يحدثون عن الاستقلال الاقتصادي والسيادة قبل الزيادة، ولكنهم في الحقيقة يدعون إلى التوريث وإعادة إنتاج السلطة بأبغض أشكالها التي كانت قبل الثورة. نعم، وسط هذه الفكرة أشكرك شكرا جزيلا سيد نور الدين العلوي الكاتب والمحلل السياسي التونسي، كنت معنا ضمن هذه الحلقة من برنامج استراحة، شكرا لك. أعود إليك مرة أخرى دكتور علي، ربما تحدثت من أهم الأسباب أو أول سبب تحدثت فيه من أسباب الإخفاقات هو غياب الوعي، وربما صلب ما تحدث فيه أيضا أستاذ نور الدين وفصل فيه في بالنسبة للتجربة التونسية. ماذا بعد هو الأستاذ نور الدين أجمل يعني غالب الإخفاقات ذكرها بشكل جيد، ونحن كنا نرى صورة ضبابية في المشهد التونسي، لكن هو قال إذا غصتم في الداخل سترون أنه لا يختلف عن المشهد المصري أو غيره، وهذه حقيقة، لأن المكر بهذه الدول شاملا لم تستثنى. الأمر الثاني من الأمور التي ساهمت في الإخفاق هو القيادات وعدم وجود رؤية لهذه الثورات التي خرجت عفوية. نعم. هذه القيادات كما أسلفنا قبل دخول الأستاذ نور الدين
أنها من سذاجة كثير منها أنها ساهمت في تنصيب السيسي في مصر. نعم. وهذه كانت من أكبر الصدمات التي أثرت على دول الربيع العربي. نعم. كله. نعم. يعني صعود السيسي على المشهد وأصعده ناس من محسوبين على الثورة في 30 يونيو. الأمر الثالث هذا في ظني وهو من أخطرها هو وجود الأيادي الخارجية. نحن لم نخرج من هيمنة الخارج، نحن الأيادي الخارجية أعطونا الاستقلال ظاهرا عبر هؤلاء الحكام، لكن حينما سقط هؤلاء الحكام تدخلوا بشكل سافر، وهذه من أهم الأشياء التي يجب أن يبنى عليها مستقبلا، أنك أنت لست وحيدا في هذا البراح، لا تتكلم عن بلدك ولا تتكلم، أنت محاط بأعداء ظاهرا وباطنا. نعم. داخل بلدك وخارجها. طيب دكتور علي، نستنظر اليوم لتجربة بلدان الربيع العربي على أنها كارثية، هل يمكن استخلاص بعض الفوائد والعبر مما حدث؟ الفوائد والعبر كثيرة، نحن لا نريد أن ننظر إلى الجانب المظلم فقط، هناك أمور مهمة جدا يجب أن تستحضر وتكتب وتدون ويكتب فيها وتدون. أولا نحن كما أسلفت قبل قليل حقيقة الوجه الغربي الذي طالما تحدث عن الحريات والديمقراطيات وحقوق الإنسان، انظر ماذا ترى الآن، انظر ماذا فعل مع بشار الأسد، أين حقوق الإنسان وأين هذه الشعارات؟ ماذا فعل مع تونس؟ ماذا فعل مع السيسي؟ ماذا فعل في اليمن؟ ماذا فعل كذا؟ هذه حقيقة يجب أن تسطر وتدكن، وإذا أردنا أن نخرج من هذا النفق يجب أن توضع للأجيال أمامنا أننا هؤلاء حقيقتهم هكذا التي ذكرت في القرآن والذي عشناها واقعا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني عدو آخر يغيب عن أذهان كثير من الناس ألا وهو إيران، وما يعرف بحزب الله وما يعرف بالجبهات التي كانت جبهات الصمود والمقاومة ونحو ذلك انهارت وكشفت وظهرت على حقيقتها. الأمر الآخر المهم وهذا ذكرته في ثنايا الكلام، أن الأمة لم تمت بعد هذا المكر الكبير. نعم. وهذا الدسائس والمؤامرات. نعم. وأكل حقوقها وتغيب قادتها وتغيب نخبها، لازالت تنبض بالحياة ولازالت تؤثر في مجريات الأحداث، وإلا لو لم تكن هكذا لما تكالب عليها كل هذا التكالب. الأمر الآخر وهو في غاية الخطورة، أن نحن مصائب الأمة في داخلها، الخنجر الذي طعنت به هذه الثورات الربيع العربي وغيرها هم الإعلاميين الفاسدين وهم السياسيين الفاسدين وهي الطغمة الفاسدة التي باعت دينها وباعت كرامتها وباعت يعني أخلاقها من أجل مصالحها الخاصة وضحت بشعوبها وضحت بكرامتها وضحت بكل معاني القيم والرجولة والأخلاق من أجل، انظر الآن بلغ بهم الإسفاف كما تفضل الضيف الكريم، أنك لا تجد حتى المصطلحات التي تصف بها هؤلاء ما يعرف بالنخبة الإعلامية والسياسية وهؤلاء الذين تصدروا المشهد من أحوال يدخل فيها حتى بعض الإسلاميين، حتى نكون يعني منصفين في 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 تقييمنا وفي ذكرنا، بعض الإسلاميين يدخلون في هذا الوصف الذي أقوله يعني وأصفه الآن. الأمر الأخير ربما يعني في عجالة، أن القضية الكبرى الصراع، صراع وجود وصراع أمم، على النخب أن تدرك هذه القضية، نحن بدون أمتنا لا شيء، لأن الأمم تقاتلنا أمم ولا تقاتلنا أحزاب أو جماعات صغيرة أو أفراد أو شركات أو نحو ذلك، الأمم هي التي روسيا نزلت بكل ثقلها لما ترأت خطر على مصالحها، وأمريكا تنزل بكل ثقلها بجيوشها وبدبلوماسيتها وبأموالها وبأقمارها الصناعية وبكل ما تملك، فأنت النخب هذه كلها والشباب يجب أن يدركوا هذه القضية، نحن لابد أن نجيش الأمة كلها وإلا لن يحدث شيء، لابد أن تفهم الأمة، لو بقينا في هذا الطريق كم لابد أن تفهم الأمة أن نراه الصراع صراع وجود، ولن ينفعنا لا أمم متحدة ولا مجلس الأمن ولا أمريكا ولا روسيا ولا كذا، لابد أن نسعى الليل والنهار من أجل إيقاظ الأمة بالتوعية بالوعي بالبث روح الإقدام والشجاعة والعطاء، هو نحن الأمة لا تنقصنا هذا ما رأيناه في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا وفي كذا، حتى في مصر خرجوا عراة أمام الرصاص وأمام مات منهم الألاف، الأمة لا ينقصها الشجاعة، ينقصها الوعي والإدراك والالتفاف حول قيادة راشدة. نعم، أشكركم شكرا جزيلا دكتور علي السباع الباحث اللي كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج الصراحة، شكرا على وجودك معنا. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة، وحتى نلتقي في أمان الله.